الراجل في حياة ابتسام شنو كيعني؟ انت معقدة من الراجل؟ عندك مشكل مع الراجل؟ لا 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 عندي مشكل في أنني بغيت ناخذ هي حياتي ناخذ وقتي في أنني نلقى الراجل اللي بصح بغيتو أنا ماشي حيت بغيها المجتمع. السنة ديالي في الدرجة الأولى طبعا هي ماما وعائلتي أون جينيرال الله يحفظها ليا ويحفظهم ليا. بالحق محتاجينش يمكن ماشي ما محتاجينش ولكن بحال تعودنا تعودنا مثلا داكشي اللي غادي مثلا منين بابا ما بقاش معنا ولا حنا ما بقيناش معاه ولا اي حاجه كنوجه ليه تحيه. يمكن وراها بحال تعودنا اننا نكونوا حنا في نفس الوقت دايرين جوج المهمات ديال الراجل. انت انا كنعقل انا ملي كنت صغيره راه كنت كنجيب ماما البوطه فوق كتافي والله العظيم. شحال كان عندك من عام؟ كان عندي شي 13 14.